وبشأن العقوبات الأمريكية على إيران، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن قصي المعتصم الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية. سيد قصي، مرحبا بكم. يعني كيف من الممكن أن نفهم تناقض العبادي بين تنفيذ العقوبات وتنصله من هذا التصريح بعد عدة أيام؟ تحياتي لك والجمهور الضيفين الأفاضل. بدءا، العملية الحالية الآن التي تجري لتحجيم دور إيران وإصرار الولايات المتحدة على فرض عقوبات اقتصادية عليها، وبان تأثيرها منذ السابع من هذا الشهر، حيث انخفضت الليرة أو الثومان الإيراني بنسبة كبيرة، ومتوقع انهيار في العملة. المشكلة العراقية الآن تكمن في أن العراقيين بين مجموعتين، مجموعة العبادي الذي يحاول أن يطبق ما تريده الولايات المتحدة، ويحاول أن يتقرب منها لضمان تأييده له بولاية أخرى، وهناك الميليشيات الولاية لإيران والتي صرحت بشكل صريح أنها تكون ضد العقوبات. ضد العقوبات، إن حصل هذا الأمر وتوقف العراق ضد هذه العقوبات، هذا معناه أنه سيحصل انهيار كامل في الاقتصاد العراقي وفي البنية الاقتصادية العراقية، لكون العراق يعتمد الآن نتيجة إهمال الدولة للبنى التحتية وللصناعة وللزراعة، بات يعتمد على إيران في كل شؤون الحياتية. وبالتالي إن رفض العراق أن هذه العقوبات، ستكون هناك عقوبات أمريكية أيضا، إضافة إلى أنه الموارد التي تعتبر على من العقوبات؟ على من؟ على العراق مثلا سيد قصي؟ نعم، هناك تصريحات أمريكية فيما إذا أصر العراق على التعامل مع إيران دون الالتزام بالعقوبات الأمريكية، فإن العراق سيكون مشمول أيضا بعقوبات. طيب عليه هذا سيد قصي يجرنا إلى السؤال. يعني المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورد هددت الدول كما ذكرت أنت حضرتك المتعاملة مع إيران، بينما الحكومة في بغداد قالت إنها لم تتأكد بعد من تصريحات الخارجية الأمريكية، لكن في حال تأكدت حكومة العبادي من تصريحات الخارجية الأمريكية، هل لدى العبادي الجرأة في أن ينفذ أو يلتزم بالعقوبات المفروضة على إيران؟ هذا الأمر ليس بيد العبادي أو الميليشيات، هذا أمر دولي، ومن أمريكا تلزم هذا الأمر. هذا يعني هناك عقوبات قاسية ستكون على العراق، إضافة إلى أن العراق اليوم كل موارد النفط هي تودع في البنك الفيدرالي الأمريكي، وبالتالي أمريكا تسيطر على هذه الأموال، واستطاعتها أن تمنع استخدامها وتحويلها إلى إيران. وتصريح العبادي أنه لا يتعامل مع الدول بالدولار مع إيران، إذا بأي عملة يتعامل؟ إيران قررت أن تتعامل مع الدول المجاورة بالتومان الإيراني، والتومان الإيراني عملته تهبط بشكل سريع ويومي، وبالتالي العراق اليوم أمام مفصل مهم جدا. لابد إن كانت الحكومة تريد أن تحافظ على العراق، عليها أن تلتزم بالعقوبات وتجد منافذ أخرى لتعويض التجارة مع إيران. سيد قصي، على ذكر الميليشيات، هناك يعني أحاديث صادرة من الميليشيات توعدت بكسر العقوبات المفروضة على إيران، لكن هل تمتلك هذه الميليشيات الآلية لتنفيذ هذا الوعيد؟ نعم، تمتلك الميليشيات، بدليل أن هناك يعني تهريب النفط مستمر إلى إيران، وهناك منافذ عديدة تستخدم الميليشيات منذ سنوات وإلى اليوم لتهريب المواد بين إيران والعراق، من ضمنها المخدرات، من ضمنها أمور أخرى، ومن ضمنها النفط اللي يهرب بشكل يومي إلى إيران. ولكن هذه الأمور بالتأكيد الولايات المتحدة تدرك هذه العملية ولديها معلومات عن هذا الأمر، وبالتالي إجراء مثل هذا من قبل هذه الميليشيات سيجر العراق إلى يعني متاهات جديدة، وسيؤثر على الشعب العراقي. وأنا من وجهة نظري أتمنى أن لا يلتزم العراق، لأننا نحرص على أن يكون الشعب هو من يقول كلمته، وهذه تظاهرات اليوم ستستمر وممكن أن تكون أشد في المستقبل إذا ما رفضت الحكومة العراقية القبول العقوبات على إيران وعملت بها. هذا الأمر يعني الحكومة العراقية محرجة اليوم، وسيؤثر ذلك حتى على تشكيل حكومة لاحقا.
هو هنا أود سؤالكم هنا سيد قصي، يعني في حال أن حكومة بغداد نفذت العقوبات خاصة حكومة حيدر العبادي، ربما سيبقى أو هو غير باقي في السلطة، لكن في حال تنفيذ العقوبات هل ستتغير المعادلة السياسية؟ هل سيتغير ربما يأتون برئيس وزراء غير مطروح على الساحة العراقية؟ قلت لك أنه عملية اختيار الحكومة القادمة عملية صعبة جدا، ووسط الفوضى الحاصلة حاليا، التجاذبات الموجودة على الساحة العراقية ما بين مؤيد لإيران وما بين رافض التعامل معها، هذا الأمر يعني سيترك أثر على اختيار الحكومة. لابد أن يكون في هذه المرحلة رئيس وزراء يعمل على مصلحة العراق قبل مصلحة إيران، وهذا ما يحاول العبادي من خلال رسائله الأخيرة إيصاله للإدارة الأمريكية من أن العراق سيتعامل مع إيران بالحدود التي تقرها الولايات المتحدة ولا يتعامل بالدولار، وإنما سيبقى هناك منافذ. وهذه الأمور طبعا العقوبات هذه في حالات معينة حتى في القانون الدولي ممكن استثناء البعض أو استثناء بعض المواد المعينة من خلال التجارة، ولكن الحكومة العراقية لا ليس فيها من يفهم في السياسة وليس فيها من يفهم في الاقتصاد، ولذلك الآن ترى الفوضى تعم العراق، وهذا ما حذرنا منه سابقا وقلنا أن الميليشيات التي لا تخضع لأي سلطة في العراق تراها اليوم تثبت أنها هي السلطة العليا وهي من تريد أن تفرض رأيها، وهذا هو الخطأ اللي ارتكبته الحكومة العراقية بالسماح لهذه الميليشيات بين تتخيد الموقف في العراق وتدخل الانتخابات وتحصل ما يحصل ما حصل. إذن العملية الآن عملية العراق في موقف حرج جدا، والشعب العراقي لابد أن يقول كلمته فيما إذا تمادت ساس العراقيين للانجرار نحو إيران، لأن الشعب العراقي لن يقبل أن يعود إلى فترة الحصار، وبالإمكان أيضا أن يعاد تحت البند السابع، وبالتالي يخسر العراق كل ما حققه خلال الفترة الماضية. طيب سيد قصي، هناك دعوات من مسؤولين إيرانيين يطالبون بالتعويضات عن الحرب العراقية الإيرانية، وهناك من يطالب بتقسيم العراق، برأيكم هل نحن أمام نوايا إيرانية لخلخلة الوضع في العراق؟ إيران منذ الاحتلال وإلى اليوم هي تعمل على خلخلة الوضع بالعراق، والعمل من خلال النهج الطائفي ومن خلال دعم الميليشيات لقتل المكونات الأخرى، وهذا معروف. ولكن بالنسبة للعراقيين هذا الأمر لا يمكن أن ينطري عليهم، ولا يمكن أن يسمحوا لإيران أن تتمدد في العراق أو أن تسيطر على مقدراتهم، والشعب العراقي لابد أن يقول كلمته في الوقت المناسب. لن تستطيع إيران أن تتحكم بالعراق، خاصة إذا ما علمنا أن العقوبات القادمة ستكون قاسية على إيران، وبالإمكان أن يكون لها دور في التأثير الشارع الإيراني على الحكومة. من لندن قصي المعتصم، الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية، شكرا جزيلا لكم.